سارية والعلم وللدار واللي حموها وبلاد وبشيوخنا والنعم وبلادهم طوروها. أهل السخاء والكرم كم صعبة طوعوها، من فوق رؤوس القمم راياتهم رفعوها. وناصر قوي العزم طيب المكارم وخوها، طيب المكارم وخوها. مساك الله بالخير حسن. مساء النور والفرح والسرور، بحلقة جديدة اليوم طبعا. أكيد من برنامجنا السارية. أكيد طبعا، والمسابقات الجميلة اليوم والتحديات الجديدة مع كل متسابقين بإذن الله. أكيد أكيد يا حسن، طبعا أكيد نوجه الشكر الجزيل إلى سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على هالدعم للبرنامج، برنامج السارية اللي تشوفونه كل يوم. وأيضا الشكر موصول إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم الكبير لهالبرنامج. طبعا الدعم مستمر من قبلهم أكيد، وهذا الشيء يشجعنا ويحفزنا أن نستمر معهم أكثر وأكثر في مسابقات برنامجنا السارية. ولكن الحين خلونا نروح للعريش وبعدها راجعين لكم في السارية. السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير مشاهدينا الكرام، يا هلا ويا مرحبا وياكم ان شاء الله في العريش مع مطبخ الدعوس. يا سلام علي وعلى اشياء، الله يمسيك بالخير اختي. الله يمسيكم بالخير، يا هلا ويا مرحبا، حياك الله. ها شو القاب قليله اليوم؟ دقوقه دقوقة؟ اي نعم دقوقة. سمك ولا ربيون؟ مخلوط سمك وربيون. يا سلام، سمك يابس عومة وربيون يابس؟ وربيون يابس. يا سلام، شفته؟ ذكرتيني بنسوان وهالبيت الأول، لين شافت راعي بيتها ما يبي دام، إيدي قاصرة ولا شيء، ما تقول ماني بطبخة قديمة ومشي دام، راحت بيتهم ما يخلى الأول من المالح، من الربيون اليابس، من الدقوق، العوم، العوم تاخذها وتسويها دقوقة وتسوي عيشها فيها. خلاص كان الله غفور رحيم. يا سلام. وبعد والجدر؟ وبعد منه لحم مفطح وعندك مبخر بعد في نفس الوقت. لحم مفطح ايه؟ فوق العيش ومبخر. مبخر هذا عود جديد المبخر. شاي وشوي مطعم الدعوس. انا اشهد انه والله ادراك ما مطعم الدعوس. يا سلام علي. الصلاة على النبي محمد. والجماعه شو يطحنون؟ هذا بعد يطحنون المبرز احنا هنا. لكن حق الليل اكو اكو من قياد الهوما نشوفه. اي ويدقون الدقوقة يجهزونها. الصلاة على النبي محمد. ما شاء الله دقوقة بالربيان والعوم ومفطح ومدخن. الصلاة على النبي محمد. وانا عود الحين بودعكم السلام. حفظك الله. الله يحييكم. حفظك الله. واروح حق بنيتي نيلة وولادي حسن. إن شاء الله. يلا عمري. يا على دربش ما ينقطع. الله يسلمك يا حبيبة قلبي. سلمت ويا مرحبا. كل شهر. سلمت ويا مرحبا. طبعاً مشاهدينا متواصلين معاكم من برنامج السارية من رأس حيان، ومثل ما شفتم القرية التراثية العريش، وإحنا موجودين هنا في هالموقع الجميل مثل كل يوم، وإن شاء الله كل مرة بننتقل إلى موقع أحلى في هذه القرية. سمحوا لنا أن احنا نشكر الأستاذ أحمد معيوف الرميحي على الأبيات الشعرية اللي بدينا فيها اليوم واستفتحنا فيها الحلقة اليوم. أكيد طبعاً في السارية وأشياء جداً جميلة على السارية، مفاجآت عديدة بعد بإذن الله. طبعاً أكيد. مشاهدينا للمشاركة في مسابقتنا يطلب منكم الدخول للموقع الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة، سجلون فيه بياناتكم من الاسم الكامل ورقم الموبايل والرقم الشخصي، وبإذن الله بتكونون مشاركين ويانا وبنتصل فيكم. أما الحين مثل ما عودناكم نشوف سؤال مسابقة السيارات وطريقة المشاركة وراجعين بإذن الله. Yeah.
للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. طبعا مشاهدين، الفيديو اللي شفتوه كان فيديو سؤال المسابقة. سؤالنا هو: متى أقيمت هذه الفعالية أو هذه المناسبة، وشنو كان السبب بالضبط، وشنو هي السنة؟ يوم واحد يفصلنا بس عن الفائز بالسيارة رقم 2 المقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي. مين راح يكون سعيد الحظ، أو مين راح تكون سعيدة الحظ؟ راح نكتشف بكرة إن شاء الله. عندكم فرصة اليوم، مسجاتكم حضروها، للي ما شارك نيل نقول أكيد شاركوا بإذن الله تكون من نصيبك السيارة. طبعا مشاهدينا، حابين نذكر بأن الفائزين في المسابقة أن استلام جوائزهم بإذن الله راح يكون عن طريق لجنة رياضات الموروث الشعبي، راح يتواصلون معاكم إن شاء الله. أكيد عندهم بياناتكم بيتواصلون معاكم. طبعا إحنا قبل ما نبتدي مسابقاتنا أكيد لازم الغالية أم هلال تكون ويانا. أكيد طبعا أشوفها كاهية، حياك الله، هلا وغلا. لبس مختلف اليوم، اليوم جايتنا ملونة كذي، ألوان زاهية كالعادة. بالهون خذي راحتك، السلام عليكم. عليكم السلام، الله يمسيكم بالخير، سات الله بالنور والسرور، سات الورد والفرح والسعادة وهالألوان الحلوة والزاهية. حيا الله وردة الشاشة. عمري ما عليك زودي وانا برعيني لونتي ولا ولدي حسن، هي اللي محالية البرنامج. اي والله للعالم ينطرونها كل يوم، هي اللي مينن الناس بالثياب اللي تلبسها. هالثوب الجميل يا شمعة الجلاس. يا عمري الثوب هذه من جلبيات الشيخة. والنعم كلمتك المعتادة، جلبيات الشيخة. جلبيات الشيخة تحكي تحكي على سلوى بخي. زينينا يا الغالية علي. نايلة بعد يعني ما شاء الله اليوم بعد لبس مختلف. قلت لها اسم اللي عليها. ايش رايكم اليوم في لبسي شوي جديد؟ حلو. اي غير زين كله. ما عليك زود، زينينا ما يزينك. حبيبتي والله. طبعا لبسي اليوم من عند المصممة فريدة محمد العلوي، محلها تروف. نعم. ما قصرت ان شاء الله من اليوم لثالث ايام العيد اللي احنا متواصلين في برنامج السارية، كل لبسي راح يكون من عندها ان شاء الله. واجادت ما شاء الله. وانت؟ انا طبعا قصر الوجاهة بلا شك طبعا. ايش رايكم نبتدي الحين مسابقة؟ خلينا نبتدي ناخذ اول اتصال. الو مساء الخير غادة. الو الو، يا هلا ومرحبا فيك يا غادة. شلونك وش اخبار رمضان وياك؟ ما شاء الله وصلنا نص الشهر. اي والله ولا حسينا فيه مثل ما تقولين. علينا وعليك يا رب. غادة انت من اي منطقة في البحرين؟ من الرفاع. والنعم فيك وفهل الرفاع جميع. والنعم بهلا يا حبيبتي. والله غادة ان شاء الله تكوني مستعدة حق البرنامج والمسابقات ان شاء الله. ان شاء الله يا رب باذن الله. يلا يا ام هلال. ها ما دام انت جاهزه ومستعده يا غاده نشوف الديره وين بترسيك. شوف الديره. غاده غاده قولي يلا الساريه. يلا الساريه. يلا الساريه. يلا الساريه من البدايه اليوم نيله. ان شاء الله يعيدونها. مغيب يا غاده، وين المغيب يا غاده؟ في الغرب. في الغرب، وانتي الصحيح، جوابك الصحيح، بس مو هذه سؤالنا. سؤالنا بسألك اياه بعد ما نشوف هذه الاغنية وياك على الشاشة. ما شاء الله. صراحة فوجئتوني. عطينا شوية كذي مطلع بسيط. قولي لنا إيه عن خاطرنا.
يا رايح البدعة يا سلام قلبي علي رجع يا سلام والله لا تبع نعم والأهل ما يدرون واي على مداني واي على مداني واي عليت يا الغالية يا أم هلال فعلا خطيرة يعني ممثلة مغنية أغاني شعبية يا سلام عليك ألف الصلاة على النبي الله يحفظك سلمتها وسلمتها غادة هلا سمعتي الأغنية بصوت سمعت. الغالية أم سمر أم هلال سمعت. سمعتيها؟ سمعت. قالت يا رايح البدعة البدعة مصيف من مصايف هل البحرين في أي منطقة في البحرين تقع البدعة؟ البدعة في وين؟ إيه أكيد في اختيارات الاختيار الأول في المنطقة الغربية ولا في المنطقة الشمالية ولا في منطقة بالغرب من دمستان من قرية دمستان ساعديني أم هلال ساعديني عاد شوف هاي احنا هات الياء الياء شنهي الياء شنهي تدلين الياء شمال أحسنتي ما قلتي لها كلمتك ثبت والنعم ثبت فعلا 100 دينار مقدمة من شركة باتيلكو البدعة موجودة في المنطقة الشمالية عليك بألف عافية طبعا غادة بنكمل مع بعض إن شاء الله إن شاء الله سؤالك بعد راح يكون في الأماكن إن شاء الله إن شاء الله جاهزة؟ جاهزة غادة في منطقة صحراوية في البحرين يسمونها الحسي فشنو تعني هذه الكلمة؟ هل هي اسم لطائر صحراوي؟ أو اسم لحيوان صحراوي أو الأرض اللي تحتفظ بماء الأمطار عندك 30 ثانية والوقت راح يبتدي معك شنو تتوقعين؟ لحسي الأرض الشنو؟ الأرض أثبت لك؟ ها أثبت لك؟ غادة خلها ثبت مهلان ساعديني غادة خلها ثبت ايه اوكي الارض ها الارض اللي تكتبه بسماء الامطار نعم فعلا يا امري ثبت صحيحة يا غادة طالعني يا حسن حبيبي يا غادة شكلها مو بموافقة فيني لا بس ثبت انت ولا انا قلت لها ثبتي إيه؟ مبروك عليك 300 دينار من شركة باتيلكو طبعا احنا في العامية دائما الكتاب نقول الكتاب نقول الكتاب ايه حق الصبي نقول الصبي نلغي الف نلغي الالف واللام بس الاحتساء باللغة العربية الفصحى هي الاحتساء الاحتساء لحسي مثل ما قلت بالعامية يقولون عادة لحسي لحسي لح هاي امه شلون حبيبتي غادة بتواصلين امي لو بتسلمين على 300 300 بتنسحبين تنسحبين 300 بس راعي النصيف سالم يعطيك الف تستاهلين الليوت مبروك عليك 300 يا غاده مبروك عليك الف مبروك عليك يا غاده 300 دينار مقدمه من شركه باتيلكو ناخذ اتصال ثاني معانا نقول الو مساء الخير يا عادل مرحبا هلا يا هلا ومرحبا فيك مبارك عليك ما بقى من الشهر مبارك علينا وعليكم ان شاء الله تقبل الله اجمعين يا رب امين من وين انت يا عادل من اي منطقه في البحرين أنا طال عمري من الرفاع الشرقي والنعم فيك أيوة وأهل الرفاع الشرقي ما شاء الله اليوم مبدينها مع أهل الرفاع كل أهل الرفاع اليوم إن شاء الله جاهز إن شاء الله يا عادل حق المسابقات أنا الحمد لله جاهز وأنا استأنست لما شفت أختي الكريمة سلوى بخيت أكيد سلام لما أشوفها أتذكر أصالة وطيب شعب البحرين يا عمري أسلم على هالكلام الطيب لكنه مو عجب ولا بغريب على أهل البحرين بالكلام اللطيف الزين العدل السنع أحسنت يمه جاهز بإذن الله نشوف أم الديرة وين بترسيك إن شاء الله يا رب يرزقه. السارية يا رب قول يلا السارية يا عادل ما يندر اليوم تطلع من البداية بتطلع في النهاية ما ندري الله كريم الله كريم إن شاء الله. كل شيء من الله خير إن شاء الله مطلع وين مطلع يا عادل مطلع. مطلع إذا أقول لك مطلع مطلع الشمس مطلع وين مطلع اللي مثل
إيه مثل طلوع الشمس، طلوع الشمس الشرق، وين مكان تشرق الشمس، فما تطلع هي الشرق. الشرق مو ذي سؤالك يا عادل، سؤالك راح يكون في الفنون الشعبية، شلونك مع الفنون الشعبية؟ إن شاء الله بخير. يعني أحيانا تكون عندي معلومات وأحيانا لا. إن شاء الله عندك معلومات، إن شاء الله المعلومات اللي عندك زينة، إن شاء الله تكون زينة. سؤالك يقول: المرحوم محمد زويد هو أول مطرب بحريني قام بالتسجيل على الأسطوانات، سنة كم سجل على الأسطوانات؟ أعطيك خيارات؟ أي والله، معنا الله يرحمه أبوي من محبين المرحوم محمد. الله يرحمهم، الله يرحمهم جميع. بعطيك الخيارات وانت اسمعني بقولها لك على وزن الغالي أم هلال: 1920، 1925، 1929. ما شاء الله في مادة أطول بعد. أتوقعها الإجابة الثالثة 1929. 1929. ألف مبروك عليك المئة دينار المقدمة من شركة باتيلكو. فعلا كان اسمها الشركة His Master Voice. صحيح. اللي سجل فيها. أكيد، وكانت المفروض حق ضاحي بن وليد، بس كانوا في وين؟ في الغوص. فصارت من نصيب محمد الزويد. إن شاء الله مواصل معانا. إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال الجاي عندك يا الغالي يم هلال. سلمتي. يلا يم هلال. خلنا نشوف معاك يما هذه الأغنية ونرجع نسألك من عقبها. سمعت أمي الأغنية؟ سمعت الأغنية؟ نعم سمعتها. وينك؟ نعم سمعت أمي الأغنية؟ نعم سمعتها. أنزين، وكان يغنيها محمد بن زويد الله يرحمه. الله يرحمه. أنزين، نبي الأغنية شن هي؟ شنو نوع هالفن؟ هل هي بستة؟ خماري؟ ولا لعبوني؟ ها بسرعة يما. لعبوني. شو هو؟ إيه؟ لعبوني. ثبت. لعبوني. لعبوني ثبت. لعبوني. أنت قلت لعبوني؟ نعم. إيه لعبوني. سمعت يا بالناس بشككوني في مسامعي. مبروك عليك عادل 300 دينار الغالي. عادل. الغالي طبعا الحين عندنا السؤال الثالث، ومثل ما تعرف السؤال الثالث ما في خيارات، بالاضافه ان عندك بس 20 ثانيه، وامانه انا الاجابه مو عندي عشان ما نلام. بتكمل معي ولا لا؟ عندك ولا عندي؟ يعني اذا تفهم في الفن الشعبي واصل، اذا ما تفهم انا ما ادري يعني هل بتنسحب ولا لا. ان شاء الله. ايش رايك عادل؟ القرار عندك انت الحين. الا اخوي حسن في حاله الاجابه الخاطئه ارجع ل 100 دينار. الا ل 100 دينار. في حاله جاوبت صح ال 500 دينار، بس اذا خسرت ما ترجع لل 300، ترجع لاول سؤال. فعشان كذي عندك هذا الخيار، وانا للاسف ما عندي خيارات. و20 ثانيه. ان شاء الله. ان شاء الله. تواصل؟ يمه. يقول راعي النصيف سالم. ها؟
أكيد أنا أستشير بنتي بعد أختي الكريمة سلوى، أسأل بنتي البال سحب ولا خلاص؟ إيه سألها بس مثل ما قلت لك المدة قصيرة 20 ثانية وما في خيارات. راعي النصيف سالم. سلام عليك يا عالم. سلمت على 300 دينار. مبروك عليك 300 دينار من لجنة رياضات الموروث الشعبي الساحل. جزاكم الله خير، جزاكم الله ألف خير، وأشكركم البرنامج الجميل الرائع. ما عليك سوي. وشكر خاص موصول إلى صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد. والنعم. والغالي الحفظة. اللي إحنا فعلًا حبيناها وكنا نتمنى وجود قارئ مثل هذه. الحمد لله. تاريخ وحضارة البحرين وشعب البحرين. صحيح. تسلم يخليك. تسلم ما عليك زود. ويك أبيض الغالي والحمد لله إن أنتم مستمتعين معانا وقاعد تستفيدون من المعلومات المطروحة من خلال هذا البرنامج. شكرا لك عادل ومبروك عليك مرة ثانية. شكرا. طبعا مشاهدينا ان شاء الله راح نكون مكملين معاكم في برنامج المسابقات الساريه، لكن الحين خلونا نروح العريش مره ثانيه وراجعين لكم. من راس حيان ومن القرية التراثية جميلة ومن على طول رجعنا مرة ثانية. أم هلال اليوم الطبخة كانت غير، غبقتنا غير، اليوم فيها دقوق. اي نعم. فيها شنو بعد؟ دقوق سمك. سمك يابس صغار. صغار كلش. اي يحطون مع الليمون ويحطون مع البهار ويدقونه نعمونه تنعم. عشان شي يسمونه دقوق يعني؟ دقوق من كثر الدق. وفي دقوق ربيان يابس بعد نفس الطريقة. حلو. يما يخلقونه يما السمك الدقوق بروحه والربيان الدقوق بروحه. يا سلام. ومنك مفطح لحم. يا ربي. وفي قاع تربيون. يلا السلامة. توني بقول توني بقول يلا السلامة. يعني ما شاء الله يعني اليوم غبقتنا بتكون مختلفة بإذن الله. مطعم الدعوس. مبدعين معانا ومسكتين. صلوات على النبي. مهلا طبعا بنرجع نتواصل مع المسابقة أكيد ومعاك متصلة زهراء أتوقع. مساء الخير. السلام عليكم. مساء الورد. يا هلا زهراء شلونك؟ الحمد لله الله يسلمك. مبارك عليك ما تبقى من الشهر. من على نوع عليكم. زهراء أنت من وين؟ من عالي. من عالي والنعم فيك. حياكم الله يا هالعولي. جاهزة بإذن الله؟ إن شاء الله. نروح حق أم هلال العزيزة على طول ونشوف الديرة. جاهزة أم زهراء؟ ما دام إنك جاهزة حبيبتي نشوف الديرة وين بترسيك. ترى يا الديرة. يلا نشوف الديرة وين بترسيك يا زهراء.
يا رب السارية زهرة ما دعيتي. إن شاء الله إن شاء الله السارية. يمكن دعوتك تنقبل على يا سلام. يا سلام 500 دينار يا زهرة. 500 دينار مقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي. تستاهلين يا زهراء. شفتي زهرة قلت لك ادعي قبل ادعي سبحانك يا رب. انا تطلع السارية والحماس وفيها رد بعد. طبعا الف الف مبروك عليك ال 500 دينار المقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي السارية طلعت لك اليوم. مشاهدينا بنرجع نتواصل معاكم في مسابقة السارية لكن طالعين فاصل سريع باذن الله وراجعين ان شاء الله. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة الاسم الثلاثي رقم الهاتف والرقم الشخصي ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة الاسم الثلاثي رقم الهاتف والرقم الشخصي ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. سارية متواصلة معكم إن شاء الله على خير وأجواء المسابقات والحماس اللي انتم فيه طبعا وأسئلتنا على الموروث الشعبي البحريني الجميل ومكالمة جديدة يا نيلة أم هلال نقول ألو مرحبا محمد. محمد ألو مرحبا محمد. محمد تسمعنا؟ يلا إن شاء الله لما نرجع حق محمد مرة ثانية. أم هلال نفس ما ذكرنا مسابقتنا الحلو فيها يعني أنا خلت يعني أعطيكم أجواء الناس. إيه؟ الناس على طول قاعد تكلمنا. إيه؟ إن الجميل اللي قاعد تسوونه إنه فعلا في المصطلحات الجديدة اللي نسمعها. إيه؟ طريقة شرح أم هلال وجودكم أنتوا يعني كجيل أصغر من جيل أم هلال ومع بعض وقاعد توصلون هذه المعلومات فإحنا وايد مستانسين فأنا وايد سجن الجيلين. إيه؟ سجموا. إي والله الحمد إن شاء الله جوم مستجمين. إن شاء الله نرجع حق محمد معنا على الخط. له مرحبا أهلين. محمد شلونك؟ الحمد لله تمام. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك. محمد ان شاء الله تكون جاهز. وش ما قلت لي انت من وين؟ انا من البحرين. من البحرين بس في اي منطقه في البحرين؟ منطقه الحد. والحد والنعم فيك. حي الله على الحد. اي حبايبنا اكيد طبعا. محمد جاهز ان شاء الله حق المسابقه؟ اي جاهز. يلا ننتقل عند ام هلال ونشوف الديره وين بترسيك المره. يلا يا يما استعد وخل بالك زين معون نهاية يما ونشوف الديرة الحين وين بترسيك. افترى يا الديرة. السؤال بيكون إن شاء الله بعد والسؤال بعد بإذن الله عند أم هلال بنشوف الديرة تهجين وين بتوقف أم هلال. تمنيت إن مغيب أم هلال. مغيب تعرف مغيب يما وين؟ لا في القرب يا حبيبي. انزل الحين تشوف الصورة اللي بتطلع على الشاشة ومن عقبها بنسألك إن شاء الله. شفت الصورة زين؟ إيه شفتها. ها خوش أزين. السؤال لبس بحريني نسائي شنو ذي اللبس؟ خيارات نفنوف ثوب نشل ولا دراعة؟ ها لحظة أفكر. ها محمد بعد بتفكر. قالت لك دراعة. ثبت. هي. قالها فعلا. ولك 100 دينار مقدمة من شركة بتلكو. تستاهل يما تستاهل. محمد بنواصل أكيد. لا مشكورين. انطر على الحين محمد قدامنا السؤال الثاني. لا إن شاء الله واحتمال الثالث بإذن الله. محمد أختك أمك يمك أحد كذي يساعدك؟ لا ما حد يساعدك. يلا ما عليش إن شاء الله خير. إن شاء الله. سؤالك محمد بيكون بعد من أنواع التطريز
عند النساء البحرينيات انهم يدخلون كذي شريط صغير طويل ذهبي اللون او ساعات يكون فضي على الثوب النسائي علشان يزينونه ويضيفون له كذي مثل ما يقولون لمسه جمال حلوه. الحين احنا نبي نعرف شنو يسمون هذه العمليه في التطريز؟ هل يسمونها دق الزري او خياطه التور او كورار؟ عندك 30 ثانيه وثلاث خيارات يا محمد. نبي نعرف هذه العمليه شو يسمونها في التطريز، هل هي دق الزري او خياطه التور او كورار؟ شنها شنها دق الزري شنها الوسطيه شنها ها ها دق الزري ها محمد اثبت لك على شنو؟ خياطه التور ثبت ثبت 300 مبروك دينار. عليك 300 دينار مقدمه من شركه بتلكو للاتصالات. ما يندرى عاد بتكمل محمد؟ لا يا محمد امي محمد امي محمد حبيبي اسلم على 300 دينار. ترى انياك السؤال الثالث 20 ثانيه على ما تفكر راحت رديت 100. اسلم على 300 دينار محمد وخذها لا ترد 100 محمد. ايه تسمعني محمد؟ كمل. إذا أمك ولا أختك ولا أحد من النسوان صوبك كمل لأن بيقدرون يساعدونك. أسئلتك كلها عن الثياب النسائية. إذا ما حد من النسوان يقول من البداية من البداية ما حد عندك أكيد بتكمل. لا خلاص أخذت 300 يما. إيه صح محمد قال ماني بمواصل يا يما خلوه ياخذ 300 ويسلم. خايفه عليك والله العظيم خايفه عليك الغالي يا مهلال. وايد مهلال قلبك عليهم والله محمد لا تعور قلبها ترى وايد قلبها عليك. لا يا يما هو رد عليكم الجواب قال لكم باخذ 300 وبتوكل. مبروك علي عيل 300 من شركه بتلكو يا محمد تستاهل تستاهل كل خير. تستاهل يا محمد 300 دينار. يعني احنا ودنا ان لما يكون المتصل بعمر صغير او يعني ما عنده معلومات كثيره عن التراث يكون احد صوبه يعلمه او يعني إيه؟ يعطيه المعلومات عشان اذا وده انه هو يواصل ويكمل إيه؟ يكون عنده معلومه غنيه ويعني ثريه حق او لا يقدر اي او لا يجوز. واحنا ساعات من خوفنا ترى لا يفهمون الناس غلط ان احنا ما يفهمون يدرون بنيتنا من خوفنا. اي اكيد من خوفنا اكيد. يعني انا قلت اذا مو مع اخته او امه لا تواصل اكيد. طبعا طبعا نرجع ناخذ اتصال جديد. الو مساء الخير فاطمه. نعم يا نعم الله عليك شلونك شخبارك وبارك عليك ما بقى من الشهر. الله يبارك فيك. شلون كل شيء معك شلون رمضان؟ زين الحمد لله. الحمد لله. متحمسة فاطمة حق المسابقة؟ اي ان شاء الله متحمسة. انت من وين من اي منطقة في البحرين؟ من سترة. من سترة والنعم فيك سترة جميعا. هيا الله سترها للمديد السفرة والحصير يديد وكنارك الناضي. يا سلام يا سلام عليكم. سمعي حبيبتي ما دام انت جاهزة خلي بالك زين وفتحي أذانيك وذهنك ونشوف الديرة وين بترسيك. افترى يا الديرة يلا نشوف الديرة وين بترسيك إن شاء الله. وين راح ترسيك الديرة؟ الياه تعرفين وين الياه؟ الشمال. الشمال بالضبط. سؤالك ان شاء الله بيكون عن الخيل. جاهزة؟ جاهزة. طبعا احنا نعرف ان الحصان رمز من رموز الجمال والعنفوان والشجاعة والنبل والحكمة والإخلاص. يكفينا شرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال أيضا أكرموا الخيل وجللوها. والخيل ما شاء الله في البحرين معززة ومكرمة من الزمان ولو تكلمنا كثير عن هالموضوع بعد ما راح نوفي حقه. وانتفنا دائما في أهل الخيل خصوصا في البحرين في اختيار كل ما هو جميل لخيولهم من أنواع السروج الفاخرة طبعا اللي تصنع عادة محليا وباليد واحتمال تكون بعد هاي الصناعة مميزة جدا وبشكل جدا كبير. ويدخل في صناعتها أيضا الصوف والوبر والجوخ. هذا الحين كانت مقدمة. طبعا انت قاعد تشوفين السرج الحين على الهواء صح؟ ايه. هذه صناعة بحرينية ما شاء الله. واحنا نفتخر طبعا بهذه الصناعة الجميلة. شفتيها عدل؟ ايه.
على فكرة هذه صنع عندنا في البحرين، ها؟ ما شاء الله. في الاستديو عندنا هني. يعني تخيلي في هالفترة تم صنعه في الاستديو. والله كنا حاطينه عشان يسألونه لك بعد تبين. شفتي؟ اي. يا سلام. الحين سؤالي، شنو اسم هذا السرج المميز اللي شفناه؟ أعطيش خيارات؟ اي. هل هو المركوب، المعرقة، أو الشداد؟ يلا هذه هو قاعد تشوفينه على الشاشة. عنده 30 ثانية. المركوب أو المعرقة؟ يا سلام شنها كانت واضحة دي، ها؟ أو الشداد؟ فاطمة ركزتي مع حسن؟ فاطمة أنت مركزة معاي؟ الوقت قاعد يمشي. المركوب ولا المعرقة؟ قالتها. قالتها؟ هي سمعت بإذنك. انثبت. ثبت. إيش قالت؟ ها؟ المعرقة؟ المعرقة. ثبت. ثبت يا يمة خلصنا. ثبت. مبروك عليك 100 دينار من شركة بتلكو الاتصال. أنا سمعت المعرقة. أنا بعد. صح لهذه قلتيها صح؟ قولي صح. صح. يتسالين 100 دينار. فاطمة. هلا. بتوصلين إن شاء الله. إي. ركزي معانا واللي سلمت شوية كذي صح صحي معانا لأن كنت مو بويانا. ويانا دامت ويانا خلي أم هلال تسألك السؤال الجاي وركزي وياها عشان تستلمين 300 دينار. إي لأن عدونا صوتي شوية عالي فمو بك تخرعين بس أبيك ركزين عشان تجاوبين. عافية عليك. إن شاء الله. إنزين. السؤال يقول ماذا تسمى ظهور الخيل؟ خيارات البدن، الصهمل، الصهوة، ولا المعتلة؟ الصهوة. ها ثبت. صهوة. 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو. مبروك عليك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. فاطمة قبل لا نكمل أنا شنو سمعتش قلتي المدير؟ إيه. شنو المدير؟ يا سترة يم المدير. إيه. السفرة والحصير يديد. إيه. وكنارك الناضي وهيبلة وهيبلة لأن كل قرية في البحرين ومدينة كانت مشهورة بصناعة. إيه. وسترة مشهورة بصناعة المديد. المادة اللي يصنعونها غير عن السفرة. يا سلام. وغير عن الحصير. من أقصى نوع يعني نوع متين وصلب من النخلة. يا سلام. كذي ضعيف. هذه عندها هل سترة. ولونه بيج. إيه. ومشهورين فيه أهل سترة. والنعم فيهم. فاطمة إن شاء الله. والنعم فيهم. فاطمة إن شاء الله سمعتي المعلومات اللي قالتها، هي ما لها خص في سؤالك الجاي، بس يعني أنا كان ودي إن أنا أركز على الكلام اللي قالته عشان أنت تعرفين هالكلام الحلو عن المنطقة اللي أنت موجودة فيها في البحرين. سترة حلوة صراحة. وايد. شكراً. كنتي تعرفينها؟ أشهر ناس في صناعة المديد. نعم. كانوا يتفاخرون بالمديد أهل البحرين. سلام. مو حق أي مايلة يفرشونها. فاطمة. نعم. بتواصلين حق الخمسمية ولا بتنسحبين؟ ترى ما زلنا في الخيل. إذا ما جاوبتي السؤال بترجعين إلى 100 دينار، وطبعاً سؤالنا الثالث أو السؤال اللي بقيمة 500 دينار ما في أي خيارات. بنسحب. بتنسحبين؟ بتكتفين ب 300 دينار؟ خير ما بتسوين يمه. خير ما بتسوين على قولة أم هلال. ألف مبروك عليك 300 دينار يا فاطمة، تستاهلينها من شركة بتلكو. طبعا راح نكون ان شاء الله مستمرين معاكم مشاهدينا في برنامج مسابقات السارية، ولكن نروح العريش بعد مره وراجعين لكم ان شاء الله. شاء الله. Thank you.
زلنا متواصلين معاكم مشاهدين من قلعة الرفاع الموجودة في القرية التراثية في راس حيان. طبعا متواصلين مع المتسابقين اللي معانا، نقول ألو مساء الخير مريم. يا هلا ومرحبا، حياك الله يا مريم، مبارك عليك ما بقى من الشهر. أهلا وعليك، شخبارك مع رمضان؟ الحمد لله كل شيء تمام. الحمد الحمد لله، عسى ما تعبتوا، راح النص بقى النص. ايه الحمد لله. من وين انت يا مريم؟ عسكر. عسكر والنعم، جيراننا هني يعني انت. ايه مريم جاهزه ان شاء الله حق المسابقه؟ ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. عيا اليوم ان انت جاهزه ومتاكده ان شاء الله ان بتجاوبين، حضري بولك لنا نشوف الديره وين بترسيك. افتري يا الديره، شوف الديره وين ترسيك ان شاء الله. ان شاء الله. يلا السوري يا مريم قولي. يا رب. قطب. تعرفين وين قطب يا مريم؟ جنوب. صح قالت الجنوب. لا ان شاء الله بتجاوبين. انزين السؤال عندي، من الاغاني القديمه اللي قنونها الفرق النسائية الشعبية وخصوصا عند زفة العروس في الدزة، كانوا يغنون اغنية معروفة عندهم، لوح يا شناف ذهب، لوح يا شناف ذهب، بايبها لك باللحن، لوح يا شناف ذهب، لوح يا شناف ذهب، آه يا عين عليها تسلب عقول العرب. يا سلام، هذه في الدزة. ساعدوني أحب أقول لك السؤال. السؤال ما معنات شناف؟ هل هو يعني الخيارات اسم يعني أي اسم علم لبعض الناس، حلية تلبس يعني في اليد في الساعد، ولا حلية تحلبها وتلبس في الإذن؟ هذه كلها مكتوب في الخيار الثالث ام لا؟ ما شاء الله عليك. ها مريم. لا مريم الجواب امي. ها مريم بعد ما يحتاج تفكير واللي عافيك. حلية تلبس الاذن؟ ثبت صح. 100 دينار مقدمة لك من شركة بتلكو. تستاهلين يا مريم. فعلا يا مريم، كلمة شناف في اللغة العربية تعني حلية تلبس في الأذن أو توضع يعني في الأعلى هني، حطونها فوق في الأذون. بعض دول الخليج طبعاً يطلقون كلمة شناف على الحلية اللي تلبس حتى على الصدر اللي هي السلسلة، لكن الأذن هي الصحيحة. فعشان كذي إحنا لما يكون عندنا مطرب صوته حلو نقول يشنف الأذن. يا سلام. يعني يجملها. يتنحط في وين؟ في الطرقاعة. في الطرقاعة. طرقاعة الأذن. يا سلام مريم. جهزي إذنك حق السؤال الثاني. جاهزة؟ اي نعم. شوفي مريم السؤال الثاني بعد بيكون عن الحلي والمجوهرات باذن الله، يعني انتوا بنات المفروض تعرفون ان شاء الله هذه الاشياء. تمام مريم؟ تمام. مريم يقول لك في خاتم ينلبس في اصبع الريل، شو نسميه؟ هل الخيار الاولي اصلا ما في خاتم حق الريل، او المعره، او الفتاخ؟ عنده 30 ثانيه. الفتاخ. وطبعا اكيد في 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 يعني خاتم حق الريل، بس عندك خيارين ما بين المعره او الفتاخ. الفتاخ. فتاخ. لفتاخ. ثبت. ثبت. لفتاخ. 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 وانت صح. ويبتيها 300 دينار من شركه بتلكو. مبروك عليك مريم. الف مبروك يا مريم. مريم بتواصلين حق سؤال ال 500 ولا بتكتفين بال 300؟ ما زلنا. إذا أنت شاطرة في المجوهرات أنا بقول لك، إذا أنت شاطرة في أسامي المجوهرات بتقدرين تجاوبين على السؤال الثالث بسهولة. إحنا ما عندنا الجواب، لكن أنا أقول لك إذا تعرفين بتقدرين تجاوبين. أنا عمري 14 وأعرف وش الذهب. ما تعرفين؟ ما حد صوبك يساعدك؟ بلا. في حد صوبك يساعدك؟ إيه. في احد صوبك؟ اذا في احد صوبك بتقدرين تجاوبين ان شاء الله. باذن الله. باذن الله تقدرين تجاوبين. انا يعني احاول ان انا اعطيكم يعني كذي دفعه الى الامام، ان شاء الله تاخذون ال 500. السؤال سهل حق الناس اللي يعرفون في الذهب. 14 سنه تقول لك عمرها. بتواصلين ولا بتنسحبين؟ انت خفتي عليها. خفت عليها، خفت تطير عنها 300 دينار. يمها ناس تقول اخاف. انا بعد اقول لك واصلي
وبعدين ترجعين حق السؤال سهل اللي تعرفي اسامي الذهب. ايه يلا قولي بتوصلين ولا بتنسحبين؟ بنسحب. تنسحبين تكتفين. عليك بالعافية 300. عليك بالعافية يا مريم، 300 دينار تستاهلينها، مقدمة من شركة باتلكو. أما الحين خلونا نطلع فاصل بسيط وإن شاء الله راجعين نتواصل معاكم برنامج السارية. مشاركة في برنامج المسابقات السارية، الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية، الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. متواصلين معاكم مشاهدينا من برنامج السارية، واتوقع هذه احلى فقرة لما نقعد نشوف النشاب في العريش. احنا عارفين عقب هالاكل طبعا مجهزين روحنا اشكال وانواع. اي مشاهدينا طبعا نرجع نذكركم ان باكر ان شاء الله السحب على السيارة الثانية في برنامج السارية المقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي، مثل ما شفتوا الفيديو اللي كل مرة نرجع نذكركم فيه اين اقيمت او في اي عام اقيمت هذه المناسبة وش شنو كانت هذه المناسبة بالضبط. يعني ودنا ان الكل يشارك طبعا بدنا الله، ونيل اهم شيء نقول حق الناس يعني بكرة يوم السحب بدنا الله والقرعة اللي بتطلع، اهم شيء ان تليفوناتكم تكون معاكم ما تكون مغلقة، واتمنى من نتصل فيكم على طول تقولون لنا الجواب، لان في ناس ممكن تزعل السؤال السيارة لازم تكون الاجابة واحدة صريحة سريعة، اما سؤال مسابقة احنا ممكن نتعاون معاكم ونساعدكم على عيننا وعلى راسنا. أكيد. بس مسابقة السيارات ضروري ان تعرفون الاجابة من اول اتصال عشان تكونون سعيدين الحظ معانا وتكسبون بالسيارة المقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي. أكيد يعني كل الحظ لكم جميعا، يعني ودنا أن الكل يفوز، ودنا من أول اتصال والله أن تفوزون، يعني تعرفوا الإجابة وتفوزون. أما الحين خلنا ناخذ اتصال جديد. ألو مساء الخير جواد. مرحبا مساء النور. يا هلا ومرحبا فيك يا جواد، مبارك عليك ما بقى من الشهر. على أنه عليكم إن شاء الله. شلونك مع رمضان؟ إن شاء الله كل شيء بخير الحمد لله. تمام الحمد لله رب العالمين. من وين انت يا جواد؟ من اي منطقة في البحرين؟ منطقة المعامير. والنعم فيك واهل المعامير جميعا. عوشة واهل المعامير. جاهز ان شاء الله حق المسابقة؟ الحمد لله جاهزين. دام انك جاهز خير. تروح للغاية انت يعني جاهز ان شاء الله نفر الديرة افترى يا الديرة.
يلا يا جواد ان شاء الله سارية. يا جواد ما تدري ان شاء الله. قول يلا سارية يا جواد. قول يلا سارية. يلا سارية يا الله. يا رب ان شاء الله. يا سلام يا سلام. 600 دينار تستاهل من لجنة رياضة الموروث. يا سلام على الحماس. مبروك عليك جواد 600 دينار عيدها من لجنة رياضات الموروث الشعبي. نعم تحية لهلك اللي معاك وعلى الصفقة الجميلة تستاهل كل خير. الله يسلمكم حياك والله مشكورين. الله يحييك. تستاهلون والله نستانس لكم كأن احنا اللي فايزين. اي أيوة والله طبعا اكيد يعني أكيد. فعلا يعني كل شخص يطلع على السارية ولا يفوز بالجائزة أيوة فعلا يفرح قلبنا يعني ونحس ان احنا ارتحنا أكيد. ان انتم فزتوا. مشاهدينا ايش رايك الحين نروح نشوف سؤال مسابقة السيارات وراجعين لكم باذن الله ان شاء الله. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية باتلكو 94444 زين 94499 STC 88880 تكلفة الرسالة 500 فلس. طبعا ما شاء الله عليكم مشاهدينا وصلت غبقتنا مثل ما انتم شايفين اليوم. يعطيهم الف عافيه مطعم الدعوس اللي مبدعين معنا فيها الاكلات الشعبيه وهالطباخ الزين. مشاهدينا اكيد قبل لا نختم حابه اشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه الداعم الاول لهالبرنامج ولجنه رياضات الموروث الشعبي وايضا شركه باتلكو على دعمهم الكبير لهالبرنامج. كذي طبعا وصلنا معاكم لختام حلقه اليوم من برنامج الساري. موعدنا بكره مهلال من كم لكم؟ من 10:30 لين 11:30. يا سلام عليك. من 10:30 ل 11:30 على شاشة تلفزيون البحرين. لاقيكم بكرة إن شاء الله. تصبحون على خير ومع السلامة. مع السلامة. السلامة.